الشيخ فيصل محمد الكاف، ذكرت في مداخلتك في الجلسة الأولى أنك تخاف من طريقة إسقاط الثوابت على الخطاب الثقافي. هل تقصد بأن ربما المحددات الشرعية قد تقصي بفعل فاعل أو بعدم فعل فاعل بعض، تقصي مفهوم التعددية المذهبية داخل هذه البلد؟ المحددات الشرعية لا تقصي، لكن طريقة عرضنا للمحددات الشرعية هي اللي في بعض الأوقات يكون فيها وجه الإشكال. لذلك كثير ما نتكلم أنه الخطاب الإسلامي عموما هناك في أزمة في الزمن هذا، تعدد الأطروحات، تعدد يعني المنهجيات، تعدد الرؤى فيه، والخطاب الثقافي السعودي هو جزء من هذه الأمة الكبيرة، فكذلك نعيش جزء من الأزمة اللي من أجل ذلك اجتمعنا حتى يعني نتفق حول الثوابت الوطنية، نجتمع حولها، خصوصا أنه الحاضرين مجموعة من النخب، كل واحد خلفه مجموعة من المستمعين أو من المحبين أو من المتابعين له، سواء كاتب صحيفة، سواء مقدم برامج، سواء كان مذيع، سواء كان معلم، دكاترة في جامعات. فهؤلاء إذا بدأت الثوابت الوطنية يعني تختمر فكرتها بشكل أوضح عندهم، وبعد ذلك أصبحوا يصيغونها بخطاب يناسب، وأنا دائما أكرر في الفترة هذه يناسب، لأن الشباب لم يصبحوا يقبلوا أي خطاب. جميل. شيخ فيصل، دعني أسألك سؤال محرج الآن، وأنت بهذا الستايل أو بهذا الطريقة، نحن الآن نتكلم عن الخطاب الثقافي السعودي، في الثقافة السعودية هذا اللباس ماذا يمثل؟ يمثل لباس أهل مكة، يمثل تشبه أو محاولة تشبه باللباس النبوي، واللباس النبوي هي الدائرة الأساسية في المرجعية التي عندنا، التي هي أعظم الثوابت كتاب الله وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فهي محاولة تشبه بالكرام، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا، ولكن لا تحصرنا هذه الأطر عن معنى الوحدة ومعنى الالتفاف على بعضنا البعض، معنى المحبة ومعنى المودة. هل هذا يعني أن التعددية الثقافية موجودة والناس يتقبلونها؟ هل ترى هذا؟ هي يعني طبيعي موجودة في أي مجتمع، سواء كان سعودي أو غير سعودي. في المجتمع السعودي عندنا جلية بوجود الحرمين، بوجود تعدد المذاهب، بوجود تعدد الأفكار والأطياف، والآن لو دخلت يعني صورت بالداخل وجدت يعني أطياف مختلفة، تعدد حتى يعني الجنس، ذكر وأنثى. قبل 15-20 سنة ما كنا نعتاد أن يحضر اجتماع فيه شيوخ وعلماء ودعاء ويكون يعني الصف أو الجهة الأخرى نساء، وربما يعني الآن بالصوت والله أعلم بعد 10 سنوات كيف تكون اللقاءات، لأنه حتى الكلام يعني كيف تتوقع، عذرا دعني أقاطع هنا، كيف تتوقع اللقاءات بعد 10 سنوات؟ هل ستكون مفصولة كما هي الآن ويسميها البعض فصل عنصري، أم أن ستكون بطريقة، ما هي الطريقة التي سوف ترى بعد 10 سنوات؟ أجابك سؤال بسؤال وبعد ذلك أترك للمشاهد الحكم. تتوقع بعد 10 سنوات ماذا يحدث في الحرم؟ الله أعلم. إذن أظن الصورة واضحة، لن يحدث شيء إلا كما هو الآن، وسوف يبقى الوضع على ما هو عليه، ولكن الفكر سوف يعني دائرته تتسع أكثر وأكثر.